السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد على قناة موقع عرف نت كوم. في الفيديو ده هنتكلم عن ابلكيشن جروبي. الابلكيشن ده هيكون مفيد جدا لو انت حابب تستخدم اكتر من تاب في ويندو واحدة زي البراوزر بالظبط. دي واجهة الابلكيشن الرئيسية. طبعا انا شغال بالنسخة 30 يوم بجربها، لو النسخة عجبتني وكده بقوم شاري النسخة الكاملة، لكن ده الطبيعي. يعني انت بتجرب 30 يوم عجبتك ممكن تشتري النسخة الكاملة، ما عجبتكش خلاص انت بتشيل الابليكيشن براحتك. دي الواجهة بتاعته قدامك. انت بتختار في اول حاجة قائمة فيجوالز. قائمة فيجوالز دي خاصة بإعدادة الشكل اللي ظهر قدامك في حوار التبويبات. عشان اوضح لك موضوع التبويبات ده بشكل اكبر هوريك مثال. زي ما انت شايف الجزء اللي فوق من الويندو عبارة عن تبويبات تابس زي جوجل كروم بالظبط. لو ضغطت زائد هيفتح لي فايل اكسبلورر تاني كويندو تانية. زي ما انت شايف كده عندي 2 ويندو، بس في نفس الوقت هما متجمعين في ويندو واحدة في تابين. ممكن اجمع اي ابليكيشنز، مثلا لو انا هفتح صورة ممكن اخدها واقوم حاططها كده وبقيت في تاب لوحدها، وهكذا. دي فكرة ابليكيشن جروبي. فقائمة فيجوالز انت بتعدل فيها الشكل اللي هيبقى ظاهر فيه التابات قدامك. اول حاجة combine if possible، ده عشان يخلي شريط التابات زي ما انت شايف الشريط اللي فوق ده مدمج في الويندو اللي انت شغال عليها مش لوحده. لا انا ممكن مثلا اخلي always place above، هخلي شريط التاب ده فوق زي ما انت شايف بقى الويندو تحتي على طول، وفوق اهو ده الشريط بتاع التابس المفتوحة. هي كومباين اوف باسبل طبعا شكلها احلى. هاو شو تابس لوك، ده لو انت عاوز تشوف شكل التاب هيبقى عامل ازاي، هتظهر الكلوز بوتن ازاي. فانا مثلا انا بخلي الكلوز بوتن يظهر على التاب اللي انا شغال عليه من اكتف تاب. ممكن تخليه يظهر لما انت تبقى واقف على التاب. يعني انا عملتها كده اطلع، فانت شايف مفيش كلوز بوتن، لك ما اقف عليه بيظهر لك الزرار بتاع ان انا اقفل التاب ده. ماشي. unalt the tabs او ما تشوف ما تعرضش الكروس بوتن خالص، ده اخترت على حسب مزاجك. انا مخليها عن اكتف تاب عن نفسي، وطبعا هي بتطلع لك في الشاشه فوق بتشوف شكلها عامل ازاي. show the windows icon on tabs، دي اختيار عشان يعرض لك الايقونه اللي فوق دي، ايقونه الفايل اكسبلورر مثلا او ايقونه ابلكيشن الصور على حسب الايقونه اللي انت عاوزها. ماشي. أو على حسب ايقونه الابلكيشن اللي انت فاتحه. الكالرز ده نظام الوان التابس اللي انت شغاله، سواء انت مثلا تخلي فيه لون معين للتاب الاكتيف اللي انت بتشغل عليه دلوقتي، ولا وتخلي فيه لون معين لتاب تاني مثلا اللي انت مش شغال عليه، وهكذا. او يعني تخلي الموضوع كاست اوتوماتيكلي، انا بخليه اوتوماتيكلي عن نفسي. يعني تاب بار should extend to full window width، ده عشان التاب بار يبقى في حجم النافذة كله زي ما انت شايف قدامك كده، هو في حجم النافذة كلها. لو كبرته فالتاب بار بيكبر للآخر. لو شلت الإعدادات ديت ما بيكملش للآخر يعني. ومور سيتنجز دي إعدادات إضافية لو انت عاوز تطبقها. يعني ممكن allow tabs to be variable length، الطول بتاع التاب ده يتغير على حسب الكلام اللي مكتوب عليه وكده. شو ذا جروب 3 دوت منيو افتر ذا تابس، القائمه اللي جنبهم. تايتل بار تكست اون ستاندرد تايتل بارز ستايتل تايتل بارز وين جروب، يعني يشوف يشيل التكست اللي بيبقى فوق هنا في التايتل بار على حسب. يعني دي اختيارات اضافيه خاصه بالبرنامج. يعني قائمة سيتنجز، قائمة سيتنجز خاصة بالإعدادات بتاعتك أصلا، إعدادات الأبلكيشن بيتعمل إزاي. فأول حاجة وين شوت جروبي كومباين ويندوز، إمتى أبلكيشن جروبي يجمع النوافذ مع بعض ويخليهم في نظام تابات. فالاختيارات اللي قدامك always group windows when moved on top of each other، لما يكون الأبلكيشن والويندو فوق بعض كده يوم مجمع التابس ببعض. ماشي. اون جروب ويندوز وين شيفت از هيلد داون، لازم اكون ضغط شيفت عشان اعرف اجمع التابس، او كنترول او الزر اليمين للفرق. دول 3 اختيارات اللي عندك. فهو اول اختيار هو الاختيار الديفولت اللي انا بستعمله دايما. يعني you can prevent accidental grouping by delaying group creation، لو انت مش عاوز ان انت لما تجيب ويندو فوق ويندو ما يحصلش كومباين للتو ويندوز، يعني بتظبط تايمينج معين
ما بين تلت، تلتين او ثانية او لحظي. انت بتشوف انت امتى عاوز الويندوز تبقى فوق بعض. يعني انت لو لاحظت لما انا كنت بعمل كومباين، لو انا حبيت اعمل كومباين مثلا اهو، دي ويندو دي ويندو، انا هعمل كومباين، بستنى ثانية، حاجة بسيطة اقل من ثانية لحد ما يقول لي insert into group here. ما بكملش ثانية، بستنى اقل من ثانية عشان يديني الاوبشن ده. ممكن اخليه يستنى ثانية، او اخليه يستنى تلتين ثانية، او اخليه لحظي، ده بمزاجي. الاوبشن ده use whole window for group target rather than title bar zone. زي ما انت شايف لما انا بعمل كومباين اساسا ل نقفل دي، لما انا باجي اعمل كومباين لابلكيشن الصور مع الويندو، انا بوقفه على التايتل بار، بوقفوش على الويندو تحت، يعني انا بوقفه على التايتل بار فوق، بيظهر لي ان اللون اتغير كده، بقوم سايب يعمل كومباين. لو انا فعلت الاوبشن ده فانا مش لازم اوقفه على التايتل بار، انا بوقفه في اي حتة فوق الويندو بس. في الاوبشن ده only group windows of the same application or type with each other، ده لو انت حابب انك تجمع الويندوز بتاعت البرامج المتشابهة بس، يعني مش هتحط الفوتوز مع الفايل اكسبلورر، او مش هتحط الجوجل كروم مع الفايل اكسبلورر وهكذا. يعني how should you switch and move tabs، ده عشان تبدل ما بين التابس، ده خاص بانك تحرك التابس لو انت مثلا عندك اكتر من تاب زي الشكل ده، انك تحركهم وتعيد ترتيبهم بمزاجك. ماشي، ممكن تخلي في اوبشن ان انت متقدرش تتحرك غير لما تضغط الشيفت او الزر اليمين للفار، ده وظيفة ضغط الزرار اللي في النص على التاب، هيعمل ايه، يقفل ولا يفتح تاب جديد ولا ايه. configure hotkey ده عشان تحدد الزر اللي انت هتضغط عليه عشان تبدل ما بين التابس مع بعض. application exclusions ده عشان تضيف applications في الاستثناءات اللي انت مش عاوز تتجمع مع بعض، يعني انا ممكن اضيف جوجل كروم ان هو مش هيتجمع مع اي application، هو كده by default مش هيتجمع مع اي application. عندك قائمة فرعية اسمها application grouping، دي قائمة فرعية من settings، دي خاصة بلو انت عندك applications معينة انت مجمعهم مع بعض لانك تشتغل مع عليهم مع بعض في نفس الوقت. ماشي، فالاوبشنز اللي في القايمه ديت، اول حاجه اوتوماتيكلي جروب ايدنتيكال ويندوز توجذر انليس انذر جروب، يعني لو انت عندك مثلا نوافذ ويندوز كتير فهو هيجمعهم لك مره واحده من غير ما اول ما تفتح نافذه ويندوز جديد يقوم مجمعها لك مع التانيه، بس في نفس الوقت لو انت عندك نافذه ويندوز اصلا في مجموعه الواحده مش هيجمعها لك مع النوافذ المجمعه. للتوضيح اكتر، انا دلوقتي عندي اهو نافذة ويندوز، هنفتح دي ويندوز والفوتوز لوحدهم في نافذة، لو انا عملت ويندو جديدة دي الوحيدة اهو، مهما فتحت ويندوز هيتجمع لي في التاب اللي هو ليه علاقة بالفايل اكسبلورر، هو الفوتوز طبعا ليها علاقة بالفايل اكسبلورر فعشان كده هما متجمعين مع بعض، لكن لو انا حاطط جوجل كروم هنا مثلا فهو هيشتغل لي على النافذة دي مش هيجمع لي مع النافذة التانية. تمام، group newly open window if the control key is held down whilst opening them. الاوبشن ده عشان يخلي التجميع يحصل تلقائي لما انت تكون ضاغط على زر كنترول، لكن لو انت مش ضاغط على زر كنترول فمفيش حاجه هتحصل تلقائي. وهنا المساحه الفاضيه ديت ده عشان انت يكون فيها الجروبس اللي انت حافظها بحيث ان الابلكيشن يجمعهم لوحدهم بمجرد ما تفتحهم مع بعض. يعني add new tab خاص بالتابس اللي فوق لو انت عاوز تظهر الزرار بتاع ال add new tab اللي هو الزرار الزائد ده، او تخفيه اساسا من اول اوبشن. open new blank documents in word excel then recent documents، ده عشان وانت بتفتح وورد او اكسل يعني هو هيفتح new document مش هيفتح حاجة من الريسنت بتاعك او الحاجة اللي انت فاتحها قريب منك. يعني ابلكيشن جلوبي ابلكيشن مفيد جدا لو انت واحد معتمد على المالتي تاسك بشكل كبير جدا على الجهاز بتاعك، واني انا ده تاني يوم ليا استعمل ليه وهو مفيد جدا بالنسبه لي. يعني ده كان اللي كنا احنا عاوزين نشرحه في الفيديو ده، احنا اتكلمنا عن جلوبي على الموقع قبل كده وهنسيب لكم لينك الموضوع في الديسكربشن تحت، وهنسيب لكم لينك التحميل برضه في الديسكربشن. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، هنشوفكم في فيديو تاني قريب ان شاء الله.